خضينا الفيديو اللي فات كيف نخشوا على التكنوكاد. لما خشوا على الكاد يجينا المنطقة هذه. المنطقة هذه فيها نقدر نديروا سيركت جديدة. طبعا ندخل على السيركت، طبعا بالنسبة كيف ما قلنا بالنسبة لتصميم 3D، يعني مش هو موضوعنا. موضوعنا السيركت اللي هي الدوائر. ففي دوائر جاهزة مثلا ممكن ناخذ منها واحد كيف دائرة دي تضيف، وممكن تدير انت كرييت نيو سيركت. كرييت نيو سيركت معناه انت انك انت تنشئ السيركت الخاصة بك، عرفت ولا لا؟ فمثلا لو كان جينا ناخذ هذه مثلا، انا خذيت هذه مثلا، فحملها السيركت هذه اللي هي بلينكي. هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن استعملنا الاردينيو وخذينا المخرج رقم 13 ركبناه في الدايد، والسلك الاخر ركبناه وين؟ في الارضي. ركبنا يعني نحن تو بالنسبه لنا، نحن لو ركبنا النقطتين هذين كيف التجربه اللي فاتت في 5 فولت ولا في 3 فولت، حتنقص ب 3 فولت المقاومه تاعها، تاخذ 1 فولت، والدايد ياخذ 2 فولت فيولع. لكن نحن تو بالنسبه لنا ركبناها مع الاردينو، معناها عمليه اضاءه هذا الدايد تعتمد على البرمجه، عرفت؟ خلاص. طبعا عندنا السيركت اللي قدامنا هذه هي هو كرت يتحكم في هذه المخارج اللي هي التدرجية والرقمية، عرفت ولا لا؟ لكن احنا تو بنستعملوا الخرج الرقمي هذا. طبعا لما نجي نتاعها بتاعت التجميع، يعني نجمع ناخذ الطرف من اليمين هنا ونحطه هنا، عرفت؟ والطروف هذه واحد منهم الكارت نتاع الاردينيو اونو. عندنا النقطة هذه اسمها كود. كود هذه معناها البرنامج اللي نبي نصبوه في هذا الكارت، عرفت؟ وعندنا ستارت سيميليشن معناها ينفذ معناها كأنه ركبنا الضي في هذا الكارت. لما نركب الكارت في هذا الضي شنو يصير؟ طبعا الدائرة العادية نتاع الالكترونيك ما تحتاجش البرمجة، لكن هذا ضروري. بدون برمجة تركب ضي مش حيصير شيء. ركبت الضي طوالي مش حيصير، فضروري من البرمجة. طبعا هذا هو البرنامج اللي هو هذا اللي هو الأقصى اليمين. هذا هو البرنامج اللي عندنا، عرفت؟ نقدر نشوف البرنامج هذا. البرنامج مكون من وين؟ من بلوكات، عرفت؟ اول بلوك الرصاصيه هذه كومنت، معناها ملاحظه، معناها ما ينفذهاش، تحكي على البرنامج. لان البرنامج هذا تقول لك البرنامج هذا يضوي في هذا الاثنين. والرصاصيتين هذين معناها الكل. اول خطوه هي سيت بلت ان ليد تو هاي. الليد البلت ان اللي هو الليد المبني اللي هو رقم 13 اللي هو قاعد جوه هذا، نفس رقم 13 هو اللي مراكم في رقم 13 البدلت. فقلنا له خليه هاي معناه اعطيه 5 فولت، معناه يتولع اللمبه. وبعدين قلنا له ويت واحد سكند، معناه انتظر الثانيه واحده. وبعدها طبعا انا كومنت هذه نفس العمليه. وبعدها قلنا له الليد بلت ان، حتى هو الليد اللي هو مبني داخل اللوحه، خليه لون بدري كنت هاي، وبعدها تاخير، وبعدها لو، وبعدها تاخير، وبعدها يرد من جديد هاي معناه يضوي، بعد تأخير دقيقة، وبعدها يطفيه، وبعد تأخير ويقدر يبرمه هكذا. هذا هو البرنامج. البرنامج مكون فعليا من خطوة 2 3 4. الخطوات الرصاصية هذين كومنتس معناه نقدر نحولوه، يعني توضيح يعني. كيف ننفذ هذا البرنامج؟ ننفذ البرنامج بالضغط على ستارت سيميليشن. لما نضغط ستارت سيميليشن هيك حينفذ البرنامج. شفتوا قاعد يضوي، يولع ويطفى، يولع ويطفى، يولع ويطفى، يولع ويطفى. بناء على شنو؟ على نفس الكود هذا، يولع دقيقة ويطفى، يولع دقيقة ويطفى دقيقة، يولع دقيقة ويطفى دقيقة. نقدر نخلوه العكس، نقدر نخلوه دقيقتين. كيف نخلوه دقيقتين؟ نديرو يولع دقيقتين، خلينا 2، شفتوا؟ دقيقتين ولا 3، خليه ثلاث ثواني، قصدي مش دقيقة، ثانية قصدي. يولع ثانيتين ويطفى، يولع ثانية. فانا لو بدنا نديرو ثلاث ستارت، شفتوا؟ درنا ستارت حيولع 1 2 3 ويطفى ثانية واحدة، يولع 1 2 3 يطفى ثانية واحدة، وهكذا. بناء فيني نقدر نغيره في البرنامج هذا. طبعا البرنامج هذا المثال هذا اسمه ذا بلينكي. فجربوه وروا لي، عرفتوا؟ نديرو